جوائز قيمة من بينها سيارة نيسان 2020. لذلك نتابع هذا التقرير مشاهدينا ونرجع. لأول مرة في صلاح الدين، شعراء قبيلة شمر من جميع المحافظات يقيمون مسابقة شعرية في حفل تأبين أقيم على روح الفقيد ذياب مطشر الحسان، شقيق الشيخ مطشر آل حسان، أحد أبرز شيوخ شمر بمحافظة صلاح الدين. وبهذه المناسبة أقيمت مسابقة نظمتها رابطة شعراء شمر لأفضل قصيدة رثاء بحق الفقيد، على غرار المنافسات الشعرية التي تقام في دول الخليج من ناحية التنظيم والموضوعية. يالله يلي من ترجاك ما خاب، يالله يلي من ترجاك ما خاب، عينك تراعي والمخاليق نايمة، البارحة نوم المخاليق ما طاب والنوم ما له داخل العين غيمة، البارحة نوم المخاليق ما طاب والنوم ما له داخل العين غيمة، ذيب انقلب ردت على صوته ذياب وأصواتهم بين الحنايا أليمة. هذا المؤتمر التأبيني هو الأول من نوعه في قبيلة شمر حقيقة من تاريخه إلى اليوم في العراق وفي الوطن العربي، فأنا راعي لهذا الشيء دعما إلى أخواننا وجيلنا الصاعد، الجيل البطل، جيل الشباب اللي اليوم أصبح له دور وله بصمة حقيقة في ما شافه العراق من ويلات ومن معارك ومن أزمات نفسية ومن أزمات حقيقة تضحيات وشهداء وإلى آخره. على الذي لا شح والناس بالطيب شال حمول الكايدة وارتكاله، على الذي لا شح والناس بالطيب شال حمول الكايدة وارتكاله، أحزن على فرقاه كل الأصاحيب وأيضا رواج البيت وأيضا دلاله. الموت سلنا ما نشوفه غريبة، تخضع لها ملوك وسلاطين ورقاب، يا ما فقدنا من حماي العريبة وتلا مصاب نهزنا موتة ذياب. اليوم على بركة الله قامت رابطة شعراء الشمر مهرجان تأبيني وكذلك مسابقة في نفس الوقت. أحمد الله وأشكره، كانت الجائزة المركز الأول لي والحمد لله على كل حال، هذا توفيق من رب العالمين، والجائزة كانت قيمة من الشيخ صباح مطشر الحسان وهي سيارة نيسان موديل 2020. أنا أطلب من كل الناس المثقفة والحمايل واللي يقدر يقدم أي شيء دعم، الدعم هو ما يكون بس مادي حقيقة، هو الدعم المعنوي فوق المادة، المادة لا تعني شيء أبدا، ترمز بقلم وهو القلم ذكر في القرآن سبحان الله وتعالى أول ما نزل القلم، يعني أي شيء هدية المعنوية هي فوق المادة تكون. وقدمت خلال المسابقة جوائز قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث نال صاحب المركز الأول على سيارة نيسان موديل 2020، وجوائز قيمة أخرى لبقية المشاركين. المسابقة في هذا الحفل التأبيني أعطت فرصة لإظهار الكثير من الإبداعات الشبابية، وذلك بعد أن اعتمدت اللجنة في اختياراتها على مستوى المعاني والكلمات في مضمون الشعر بعيدا عن الأسماء والخبرة الطويلة، كما أن الحضور المشاركين من الشعراء طالبوا الجهات المعنية على الاهتمام أكثر بواقع الثقافة، مؤكدين أن هكذا اجتماعات تسهم في ترسيخ التواصل والسلم المجتمعي وتزيد من قوة أواصر المحبة، كما قدموا شكرهم وتقديرهم لكل المساعدين على إظهار هذه الطاقات. اولا نشكر جهود الشيخ صباح مطشر حسان على اقامه هذا المهرجان التأبيني لرثاء الشيخ المرحوم ذياب مطشر الحسان، وحضر عدد كبير من الشعراء وفاز، الجائزه الاولى كانت من نصيب عزيز المشعل مهل الموصل ويستاهله فعلا، والكل فاز بشوفتكم وشوف توجيه، ونشكر جهودكم قناه سامراء، ونطلب ان شاء الله بخير وسلام انكم تكثفون جهودكم على هذا المهرجانات هذه. كنا نتمنى يعني انه يكون بصلاح الدين، يعني نتمنى ان الحكومات والشيخ تدعم هيك مؤتمرات وهيك منتديات خصوصا للشعر والشباب، ومثل ما يمر بالعراق الحين الشباب تشوفون شلون موضوع حقيقه
حديث وظاهرة جديدة موجودة في بالنسبة لقبيلة شمرة والعشائر الأخرى اللي في المنطقة، ظاهرة جميلة ونرجو أن تكرر، واللجنة كانت اختيار صائب. تشرفنا اليوم بالحضور من محافظة نينوى لأداء الحفلة التأبين للمرحوم ذياب صباح الحسان، نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته. والله خطوة طيبة ومباركة إن شاء الله، وتشرفنا بجميع الشعراء الموجودين. سابقة جميلة قام بها الشيخ صباح مطشر الحسان لشعراء شمر، حيث قاموا اليوم الشعراء الشباب من شمر برابطة. هذه الرابطة صراحة كانت تشجيعية للشباب. نتمنى من حكومتنا المحلية في محافظة صلاح الدين أو في حتى الحكومة المركزية في بغداد بدعم هذه الفئة من الشباب وجعل لهم روابط كثيرة سواء شعرية أو أدبية أو في أي مجال آخر لاستيعاب هذه الطاقات. جعل المصايب كلها ويا الاحزان ما تاخذ الشجعان نسل الولايه، مصيب تنحلت على ناس فرسان وايضا على الزحزيح شيخ وقايل، ينعاك ابو مطشر على مر الاسلام على الزمان وتنعاك الاسلام يا سليل المزايد. خليفة المصورين جزيلا للشيخ أحمد عطية الشمري محمد أحمد الشمري الشاعر نايف حمدان الشمري.